هذا الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في جلسة بداية الأسبوع، ونرى بأن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية جلسة اليوم متراجع تراجعا طفيفا، والمؤشر حاليا عند 9531 نقطة. تداولات فاقت 70 مليون سهم بقيمة وصلت لقرابة 400 مليون درهم حتى اللحظة. الأكثر ارتفاعا في سوق العاصمة أبوظبي إسمنت الخليج، ارتفاع بأكثر من 3.5%، بروج ارتفاع بنحو 2.5%، غذاء القابضة ارتفاع بأكثر من 1.5%. الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق العاصمة أبوظبي آي سي يتصدر القائمة، وتداول أكثر من 105 ملايين درهم حتى اللحظة، بروج تداول أكثر من 71 مليون درهم، ألف ظبي تداول قرابة 44 مليون درهم حتى هذه اللحظة. بالنسبة لسوق دبي، تراجع طفيف أقرب إلى الاستقرار، والمؤشر عند 3989 نقطة حتى هذه اللحظة. التداولات وصلت لقرابة 34 مليون سهم بقيمة تجاوزت 61 مليون درهم. الأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، الاستشارات المالية الدولية على رأس القائمة، وارتفاع بالليمت أب شركة الإمارات للمرطبات، ارتفاع بأكثر من 5%، اكتتاب ارتفاع بأكثر من 3%. الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق دبي، مصرف عجمان تداول أكثر من 14 مليون درهم، إعمار تداول قرابة 10 ملايين، ديوا تداول أكثر من 8 ملايين درهم حتى هذه اللحظة.